شيبسي بيفكرك تضحك لها تضحك لك. السلام عليكم، اهلا بكم معانا في برنامجنا اخبار سريعه. اخبارنا جديده غريبه طريفه. اول خبر معانا بيقول ان واحد امريكي اقتحم منزل عشان يتفرج على التلفزيون. ده بيفكرني يلا يا جدعان. مين ده؟ ما اعرفش، واحد لقيته في البيت ملوش لازمه. لوك 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 لوك. وانا ضغطي عالي. مش وانا كم كان؟ واحد واحد. يلا يا جدعان، مش كل مره تكسفونا. ماله ده؟ ده ما عليه بيشجع. ايه ده؟ ده بيرجع صاحبي. ايوه بس مش صاحبي. تاني خبر معانا من الاردن، خناقه بين عشرتين عشان كلاكس عربيه. تعالوا شوف عندنا بيحصل ايه. اتفضلوا. تالت واغرب خبر معانا النهارده، معزه بتزحلق على المية. ايه؟ ها؟ ايه؟ يا فرن 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 المعزة. ده خروف مش معزة. خروف معزة وتوارس مثالي لو هتتبعه حتى كلب البحر. في الحمام. في الحمام عندها اسهال ولا ايه؟ ربنا يكفى يا رب. وكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، بس اخبارنا ما خلصتش. استنونا الحلقة الجاية مع اخبار سريعة. السلام عليكم.